أعزائنا مشاهدين مشاهدينا الكرام، في دوم ثلاث أجوبة دوم نسمعها من المشاهير. الجواب الأول هو أنا أحب الجمهور، هو سبب نجاحي، أحب تواجدهم وياي، بس يعني أوقات أتمنى يوم أطلع الشارع ما حد يعرفني. الجواب الثاني هو نفسي يوم أسير سوق أشتري شيء بخمس دناهم أفاصل، بس يحكمون علي يقولوا لي إن لازم إن أنتي مشهورة ما تحتاجين. والجواب الثالث هو أبى أعيش حياة طبيعية. صح رجاء؟ لا، كنت أحسبها كيوت وطيوبة، طلعت مو هينة. قالوا لي طيوبة وعفوية ومرحة، بس طلعت من نفسنا. رجاء، كنا نحن موجودين الحين على بوت، إذا عندك يخت بوت شو بتسمينا؟ هوب. ليش هوب؟ أربي الأمل عشان ما يغرق فيني. والله في وجهة نظر. إيه شايفة؟ أنت فوضوية؟ جداً. صدق؟ إيه. نو أكثر حد فوضوي من بعدك؟ يعني على حسب إيش نوع الفوضوية. في أنواع بعد؟ أكيد. متمرسة محترفة. إيه. في هذا المجال. في فوضوية يعني الملابس وكذا والأغراض؟ لا، عمر أكثر مني شوي. أنا يعني في بيتنا لا، مستحيل أكون فوضوية. بس لما نسافر لازم أكون فوضوية، لازم أعيش حياة الفوضوية. رجاء، أنت ما شاء الله عليك صوتك وايد حلو، متى اكتشفتي هالموهبة؟ بعد ما طلعت أغنية الفنان سعد المجرد اللي أوجه له تحية، أنت بغية واحد، غنيت أنا وعمر. عمر كان رايح للاستوديو يغنيها هو لحاله، فإنه يقول لي رجاء تعالي غني هالمقطع. لما غنيت اللي قاعد يسجل لنا يقول لي صوتك رجاء مرة حلو، فسجلتها وهذا اللي صار. كنت حاطة في بالي إنه أنا في يوم أصير مغنية أو أي شيء. أبداً. بس معقولة رجاء، يعني أنت في حياتك ما عرفتي إن صوتك حلو؟ ما حد مثلاً من زملائك في المدرسة، ما حد من الأهل؟ يعني ممكن لما ناخذ شاورة أقول ترى الكل يحس بصوتي حلو، بس ما قد حطيت في راسي إنه أنا صوتي حلو. شغف بكرة القدم. شو عندك فريق الرجاء؟ اي اكيد. يعني لان اسمك رجاء اصلا سموني عشان الفريق. فطبيعي انه انا حيكون عندي حب لهالفريق. في تحيز شوي. اي، والمنطقة اللي انا اعيش فيها كلهم يشجعون الرجاء، واهلي كلهم يشجعون الرجاء، فطبيعي انه انا راح اكبر تدعين الرجاء. إيه. بس شو تفضلين، تكوني اسوأ لاعبة في أحسن نادي في العالم، أو تكونين أحسن لاعبة في أسوأ نادي في العالم إذا كنتي لاعبة كرة قدم؟ أكون أحسن لاعبة في أسوأ. ليش؟ أهم شيء نفسي. بس ما علي من الفريق. شو تفضلين أن مثلاً تنشرين صورة، كلنا نحن يوم ننشر صورة تكون نصور ألف صورة ونطلع منها صورة حلوة، نزلين صورة شينة بس تجيب 100,000 لايك مثلاً، والصورة حلوة وطلع 10 لايكات؟ طب أقول لك شيء، أنا من النوع لما أحب أتصور صورة حق الإنستغرام ما تلاقيني صورت أكثر من 4 صور بالجاليري حقي. مثلاً بقول لك صوريني 1 2 3، خلاص عطيني جوالي أشوف. بس لو فيها صورة مو كويسة ما يهمني. عادي. عادي نزليها. أنزلها، ما أحب أنا الصور. أنا بكليباتي يعني اشيل هم انه انا بصور كليب. بمناسبه الحديث عن يور جاليري، انا ابي اشوف الجاليري اخر 3 صور، بتراويني اياهم؟ طب دقيقه اشوف انا اول. والله عادي. ايه، هاي اللي نحبه في رجاء. هادي انت صورت لك صوره انه وصلت. هادي صورت الباركينج حق احمد. هذه الباركينج حق احمد، وهذا فيديو حطيته على الانستغرام. وهذا باركينج احمد، وهذا باركينج احمد، وهذا صرت لوكيشن حق احمد، وهذا الطريق لاحمد.
زين. كل هذا عشان أوصل عندهم. أنا بس سبت أفهم الجمهور شو استوى. نحن المفروض نلتقي نحن ورجاء ساعة 3:30. لا أمس كان 12:30 المفروض. أمس 12:30 أخرناها. نحن ندرب سوالف يا رجاء. غيرناها لساعة 3:30. شكراً. وصلت الساعة 5:30 والمسكينة ما وصلت. فنحن أنا وينت يا رجاء؟ قالت ضيعت أنا. ضيعت حد يضيع ساعتين. ضعت. فنحن كان لازمنا شو؟ إثبات. ظلمناها المسكينة. شايفة؟ فالحين كل هاي الصور مصورة. يعني أنا وصلت الباك. أنا وصلت هالإكزت. أنا وصلت. إيه. بس عشان يفكوني من اتصالاتهم. أول ما وصلت الإمارات أخذت أسبوع. ارتحت فيه. طلعت مع صاحباتي. لفيت. طلعنا بس إنه الحين هالأسبوع حق شغل. وهني اضطرينا نوقف المقابلة بسبب النافورة اللي اشتغلت على الأنغام الهندية. ومثل ما تشوفون رجاء كانت في قمة استمتاعها. الحين عقب ما اشتغلت النافورة انتي قلتي لي شيء، كان في background music هندي. ايه. شو قلتي؟ أحشق الهند. ليش؟ ما أدري. سرتي لها؟ فيني عرق هندي. ممكن. ممكن. والله كل يقولي لمن يقولي ترى سمارك هندي سواء. بس أنا أفتخر فيها. أفتخر إنه. ممكن نشوفك في يوم من الأيام شي فيلم. ممكن. أو حتى ممكن أغنية طلعينها. إيه أكيد. هندي. إيه. قاعدة أفكر إن شاء الله إنه يكون في مستقبلاً كليب في الهند. أنتي تبين تزورين الهند صحيح؟ إيه. بس أنا أبغى أزور الهند. كمغامرة. وليش ما سويتي هالشيء لين الحين؟ تحتاج وقت. يعني لازم ما أكون فاضية من الشغل. إذا اخترتي حد من أصدقائك منين بتختارين؟ يعني أصدقائي كلهم. يعني مثلاً نتكلم عن عمر أخوي، مريم، عثمان، شادية، معاد، رضا. هذو كلهم قاعدين. واحد. لا واحد. أختار ولد أكيد. عثمان ولا عمر. ليش؟ لازم يكون معي ولد بالسفر. ها أنا سبت أنا مثلاً تحسين بالأمان. بنات اثنين ما ينفع. أنت اشتغلتي في البداية كول سنتر صحيح؟ صح. ما شاء الله. أفتح دماغك إيش هو السؤال؟ أبا نرجع للأيام الجميلة أيام الكول سنتر. أنت شكلك كنتي تكرهين هالكول سنتر. بس يعني مثلاً كنتي your performance كان زين في الشغل؟ والله أقول لك صراحة. تبغين الصراحة ولا الكذب؟ أكيد الصراحة. أوكي. أنا ما كنت أشتغل كويس. إذا الحين انتهينا من جولتنا وبننتقل إلى التحديات. جاهزة؟ جاهزة. جاهزة. يلا ماشيين معاي لنشوف إيش إيش آخرتها. يعني مقابلة. أوكي. لا بس. عادي. بنشوف التحديات. أنا واثقة من الفوز. ثقة بالله نجاح. أنا بفوز. يوعانا؟ شوي. يلا. جدا. طبعا رجاء بما انك تحبين الثقافه الهنديه وهند وبوليوود كان لازم نيوين انديا. بما انك انت ضيفتنا التحدي الاول بيكون من اختيارك. وانت اخترتي التحدي الاول اللي هو شو؟ اللي هو حنلعب اللعبه. زي. اختر لعبه حنلعبها. شوفي انت بتلعبينها
وبعدين بشوف انا ممكن العب. والله اخاف رجاء. شفتي هذا اثنيننا رجاء انا اخاف والله صدق. ما حد يلعبيها يعني؟ ما اقدر. خلاص نوقف تصوير. صدق زي حرام رأفة. صدق بتوقفين تصوير؟ نوقف تصوير اذا ما حد يطلعي. زي بس اعطيني مهله افكر. انت العبي وبعدين انا. يلا انتظرونا بعد شوي في التحدي انا وابتهال. حاولت أماطل رجاء وأنسيها اللعبة الخطيرة بس من دون فايدة. ثم اختارت رجاء هاللعبة صار وقت اختياري. والله أحلى. والله الثانية أحلى. صدق والله. بالنسبة لك أنا بالنسبة لي كنت جدا مبسوطة وأنا أشوف وجهك وأنت بالسما خلاص. هذه بصلت يعني مو اللعبة صراحة. لا بس إنه اللي قاعد جنبك اللي يعطيك باور عشان تضحكي أكثر. ولكن حتى هاللعبة ما ربت أكملها. على فكرة أنا دخت. يعني تبغي توصلي لي انه لا هذه دوخك؟ والله دوخك. بليز ستوب ات. بليز ستوب ات. ستوب. لازم يتوقف البرنامج الحين. هذه تقول دوخها. مع السلامه باي. فرصه سعيده. اشوف وجهك على خير. مع السلامه. مع السلامه. لمين اعطي المايك؟ باي 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 باي. رجاء.